اكتشفت السوبرانو المصرية أميرة سليم عن مشاركتها بأول أغنية رومانسية ليها باللغة المصرية القديمة لأول مرة. ده هيكون داخل قصر نيفرتيتي بمدينة ميتاتوت الافتراضية على الميتافيرس المصري، وده عبر حسابها على موقع انستغرام. وطبعا ده احتفالا بموسم الأعياد والكريسماس والعام الجديد. كل سنة وحضراتكم جميعا بخير. الأغنية بعنوان حبك، وهي أغنية رومانسية باللغة المصرية القديمة، انتهت هي من تسجيلها بمساعدة مهندس الصوت مفدي ثابت ومشاركة عازفة الهارب منى واصف، وهي واحدة من القصائد الرومانسية من برديات أجدادنا القدماء. خلينا نبارك لأميرة على الأغنية الجديدة. هي دلوقتي معانا على التليفون. مساء الخير يا أميرة، سوبرانو المصرية أميرة سليم، ألف مبروك الأغنية الجديدة، وعايزين نعرف التفاصيل. مساء النور، أهلا بيكي. ميرسي، شكرا. كل سنه وانت طيبه. الاول بمناسبه السنه الجديده، اي يعني الاغنيه دي انا بعتز بيها جدا، لان انا اخترتها قبل موكب الموميات بسنوات، لاني كان عندي حلم ان انا اعمل اغاني باللغه المصريه القديمه، واخترت قصائد حب منها قصيده ميروت ايك او حبك. فانا اخترت الفتره دي، فتره الاعياد، وكمان فكرة ما بعد موكب المومياوات، فكرة استمرارية مشروع ورسالة إحياء اللغة المصرية القديمة. صحيح. اخترت قصيدة قصيدة. انتوا خليتوا الناس بعد موكب المومياوات والعظمة اللي احنا شفناها من الفنون نروح طبعاً نترجم الأغاني ونحفظ الأغاني ونتغنى بيها، وده كان يعني شيء رائع الحقيقة، ان احنا نرجع للغتنا المصرية القديمة بسبب العظمة اللي احنا شفناها في موكب المومياوات. العظمه دي صراحه انا يعني هتكلم بصراحه، انا شايفه ان موكب المومياوات في ما قبل وما بعد. الحقيقه عظمه موسيقى هشام نزيه والموكب والحدث التاريخي يعني كان ليه تاثير علينا كلنا كمصريين. صحيح. ووصلنا تاني بتاريخ اجدادنا، ويعني وصح اللاوعي اللي عندنا كان كلنا كمصريين. فانا حبيت ان باغنيه الحب دي باللغه المصريه القديمه اوري وجه اخر للمصريين القدماء، الحب والتعبير عن الحب ورسالة الحب اللي موجودة، وقصيدة بيقولها مواطن عادي من طبقات اجتماعية مختلفة، مش بس الملوك والملكات، ومش بس ابتهالات وترانيم. عشان كده أنا فصلت، كنت عايزة أفصل شوية عن أنشودة إيزيس وعن موكب المومياوات، لأن إحنا تاريخنا مليان يعني عظيم ومليان ألوان كثيرة جدا. طيب عايزة أعرف منك تفاصيل الأغنية، كلمات حب رومانسية، وبعدين دخولك لعالم الميتافيرس، يعني إحنا مش لاقيين الرومانسية قوي في الواقع، فهندور عليها في الميتافيرس. ما هو الميتافيرس ده كده حاجة زي لما بنقرأ رواية حب ولا قصة حب في كتاب بنتخيل، صح؟ بس صحيح. هي بتترجم في 3D وبندخل العالم ده وبنشوفه بإيدينا، يعني بيتحقق قدامنا، هو شوية ده الميتافيرس. يعني صراحة طبعا المتخصصين يتكلموا فيها شوية، بس أنا بشوفها بالحتة الشعرية. أغنية الحب هي متاخدة من مجموعة قصائد حب من بردية مصرية يعني لأجدادنا، وهي بتتكلم بكل بساطة عن امرأة يعني بعيدة عن حبيبها، ولما بتتذكر حبه يعني بتعبر عن إحساسها، وبتعبر عن إزاي هو بعيد عنها ووحشها، وبتعبر عن الأحاسيس البسيطة دي. هو احنا نقدر نسمع جزء من الأغنية يا أميرة؟ أنا الترجمة وكلمات وطريقة نطقها كمان. نقدر نسمع جزء من الأغنية؟ طب ليه اسمعوها؟ جزء صغير كده من الأغنية. حلوة مع الفنانة الجميلة منى واصف ومهندس الصوت الجميل مفدي ثابت، يعني إيه أجمل من كده؟ لحد ما تبقي معانا في الاستوديو ونسمعها لايف. طبعا أحب جدا أكيد. طيب احنا بنشكرك شكرا جزيلا، وبنبارك لك على الأغنية الجديدة، إن شاء الله تكسر الدنيا، سوبرانو المصرية أميرة سليم، شكرا جزيلا على وجودك معانا.